نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ورد عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال: لم يصح حديث في التسمية في الوضوء، فهل تكون التسمية مباحة بناء على ذلك؟ حديث التسمية جاء من طرق متعددة يقوي بعضها بعضا، جاء من طرق متعددة وكثيرة يقوي بعضها بعضا، ويدل على الاستدلال بها على مشروعية التسمية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز للمرأة الحائض؟ إذا أردتم الوقوف على هذا راجعوا الشوكاني في نيل الأوطار. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.